السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله. بداية مشاهدينا الكرام، نبدأ مع ملف تكميم الأفواه والسياسة القمعية المتبعة في العراق. أصبحت سياسة تكميم الأفواه حالة شائعة في العراق بعد 2003، وبين الحين والآخر يجدد العراقيون التذكير بمعاناة الناشطين والمتظاهرين الذين يعانون من القمع والاستهداف الحكومي بمختلف الوسائل والطرق، فمنهم من أجبر على مغادرة البلد، والآخر مهدد بالاغتيال والتغييب، ومنهم من زج بالفعل في السجون الحكومية بتهم مختلفة. إلى ذلك، طالب عدد من المتظاهرين في ساحة الحبوب في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، طالبوا الحكومة بالإفراج عن إخوانهم المتظاهرين الذين تم تلفيق دعاوى كيدية من الأحزاب وميليشياتها ضدهم، وتم زج بعضهم في السجون. دعونا نتابع. رسالة إلى مجلس القضاء، رسالة إلى قضاء ذي قار. اليوم عندنا ناس معتقلين، ناس مظلومين. الأخ ضياء الغزي، الأخ علي فجيل، الأخ علي سالم. ضياء صار له 17 يوم، والأخوة صاروا لهم أسبوع. هذول شباب مظلومين، واثنين بيهم أطفال. رسالتنا إلى القضاء أن ينظر بعين الأبوية لهؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب كل ذنبهم أنهم طلعوا يطالبون بحقوقهم. هذه الأحزاب والميليشيات اعتمدت على رفع الدعاوى الكيدية لكسر إرادة هذه الشباب. رسالتنا الأخيرة أنه يتم إطلاق سراح هذه الشباب بأسرع وقت، حفاظا على أمن المدينة وعلى حرية التعبير وحرية الرأي العام ومحاربة الفساد والمبتزين والفاسدين. نرجو من القضاء إطلاق سراحهم بأسرع وقت. عاش العراق! عاش العراق! نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى مقطع آخر، إذ تستمر قوى الإطار التنسيقي بتعطيل إقرار قانون العفو العام الذي يطالب به عراقيون اعتقل أبناؤهم بدوافع طائفية وانتقامية، وبالرغم من أنه كان من أحد بنود الاتفاق السياسي الذي شكلت على أساسه حكومة السوداني، لكن تنصل رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشاع السوداني من تعهداته بشأن إقرار قانون العفو العام، فيما تجاوزت نسبة اكتظاظ السجون الحكومية أكثر من 300% بمعتقلين لا يزالون ينتظرون النظر في قضاياهم. ومع تأكيد منظمات حقوقية دولية ومحلية أن أغلبية المعتقلين لم يحصلوا على محاكمة عادلة وجرى انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب، تتذرع في المقابل أحزاب الإطار التنسيقي بأن هذا القانون، قانون العفو العام، يزعزع الأمن في حال إقراره، واصفة المعتقلين بالإرهابيين. إلى ذلك، طالب أحد الناشطين بضرورة إقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح الأبرياء وعدم المماطلة في إقرار هذا القانون الذي يقبع أو حيث يقبع كثير من المعتقلين الأبرياء في هذه السجون بحسب تقارير صدرت محليا ودوليا كذلك. دعونا نستمع. التقيت بهواي ناس، وهواي ناس مظلومة. هذا المحكوم مؤبد، هذا المحكوم إعدام، هذا المحكوم 15 سنة بقضايا هم ما مسويها، بقضايا المرتكب الحقيقي بيها حر طليق بسبب تشابه أسماء، الفاعل معترف لكن ما صاعد محكمة وباقي ذاك وياه بالسجين. فتفاصيل هوايتهم شفتوها وكشفتها لكم أنا خلال يعني فترة سنة أو سنتين من تناولي لهذه المواضيع. فأصبح لزاما اليوم إعادة النظر بقانون العفو العام والتصويت عليه. ما نقولكم طلعوا الإرهابيين، طلعوا القتلة، طلعوا من تلطخت أيديهم بالدماء، لا، أعيد النظر بهذه القضايا اللي ذكرتها. هواي ناس مظلومة أخوان، هواي ناس محكومة 15 و20 سنة بسبب تشابه أسماء. فهواي شباب حاليا موجودة داخل السجون هي مظلومة. مجرد إعادة النظر بقضاياها راح يطلعون مئات بل آلاف، صدقوا بالله.
والسجون ليست إصلاحية. وأتحدى من يقول أن السجون في العراق هي سجون إصلاحية، بالعكس هي مدرسة للقتل، للتجارة بالمخدرات. لهذا مجلس النواب أنتم مطالبين بإقرار هذا القانون، لا تتاجرون به، لا تبقون تتاجرون به. جل احترامي وتقديري للمحترمين للي يسعون حقيقة لإقرار هذا القانون، لا حد يتاجر به بأرواح ومصير ومستقبل هذه الشباب اللي موجودة حاليا واللي تارسة السجون العراقية. وأكرر، هناك المئات من الشباب مظلومة، بل الآلاف، بجرائم وأفعال ما مرتكبيها. مشاهدينا الكرام، لنستعرض بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين في موقع فيسبوك. ثامر يقول: واحدة من هاي الحالات الظالمة والتهم الكيدية، ابن خالتي محكوم مؤبد بتهم كيدية، تاريخ تلك التهم التي لفقت عليه هو نفس تاريخ واليوم أو نفس التاريخ واليوم اللي كان يؤدي بواجب الامتحاني في جامعة واسط قسم التاريخ، والكلية أثبتت أن هذه الأيام والساعة الطالب متواجد في الحرم الجامعي وفي قاعة الامتحان. يعني ماكو أقوى من هيك دليل. تعليق من أبو علي يقول: أكثر من 80% ناس مظلومة نتيجة دعاوى كيدية وفساد ضباط، وانقلبت الموازين مع الأسف، تجد المجرم حر والشريف ملاحق قضائيا بدعاوى باطلة. تعليق من أم يامن تقول: لا حياة لمن تنادي، العفو مجرد ورقة انتخابية ومستحيل يقروه، لأن ملف الأطعام وغيرها من الأمور السبب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. 8 سنوات سجين ظلم، والله أعلم مش قد راح يبقى. لدينا تعليق من نعمة يقول: عشرات الآلاف من شبابنا داخل السجون مظلومين بسبب بعض ضباط التحقيق اللي ما عندهم مخافة الله، وبسبب سياسات حكومات جائرة وخلافات شخصية وحزبية وطائفية راح ضحيتها الأبرياء. خلونا نسمع رأي السيد محمد من بغداد. مشاهدينا الكرام، تفضل محمد، حياك الله. السيد محمد من بغداد. محمد من بغداد، تفضل يا محمد، حياك الله وعليكم السلام. شلونك حيني؟ شلون صحتك؟ رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله، حياك الله. والله يا اخوي عمود، هاي شغله المقبر السري، احنا كنا انضمنا شغله المقبر السري ونجبت بيوتنا من الامارات بين بيوتنا. نعم. ومن لحد الان قالوا عفو فكر عفو، طلع قبطان، طلع ما ادري منو يكذبون علينا، وكله كذب كذب، واحنا انذلينا وقفه سجن انذلينا الله وكتبه ورسله. يعني الى متى ماكو شارع من يفكو هذا الرجال الجايب الناشط اللي قاعد يحكي؟ سيد محمد، زعيم منظمة بدر هادي العامري قال في تصريح صحفي سابق أو في تصريح إلى سابق، قال بأنه مثل ما ملأنا هذه السجون بتضحيات وبدماء، ستسيل الدماء فيما لو أقر العفو العام وخرج هؤلاء من السجون. هذا تصريح واضح وصريح من أحد قيادات الإطار التنسيقي اللي يعارضون إقرار قانون العفو العام، ويقول لك بالنص مثل ما نزل من عندنا وسالة الدماء حتى نعبي هاي السجون راح تسيل الدماء فيما لو طلعوا اللي بداخلها. طيب كيف يمكن أن يحصل المعتقل العراقي البريء على حقه في ظل وجود هاي التحديات للدولة، في ظل وجود هاي التهديدات المباشرة؟ شلون أنتوا أهل المعتقلين ممكن تتأملون خير وأصحاب القرار والقوة بالعراق يعارضون؟ زين اخوي، احنا شنو ذنبنا؟ احنا شنو ذنبنا يعني في هاي المساله؟ احنا شنو ذنبنا؟ نعم. احنا شنو ذنبنا؟ احنا شنو ذنبنا؟ احنا اجمت بيوتنا المقبر السري، هاي المصادر الطايحه حشاب اجمت بيوتنا، هسه حالنا حال مدلولين الله وكيلا، لكن اكل الاواديم، لا شرب الاواديم. نعم. طيب في ظل وجود شخصيات تهدد بشكل علني انها مستعده لاستخدام وسائل العنف حتى ما يقر قانون العفو العام، احنا نريد نسأل من المفروض الجهة اللي يحتكم إليها المظلوم في العراق حتى ينصف؟ يعني من اليوم عند المواطن العراقي موجود هو اللي يعينه في سبيل مواجهة هؤلاء اللي هم يستخدمون لغة التهديد والسلاح والدم؟ هم يزعمون يدافعون عن الشيخ خميس الخنجر والعفطان والحلبوصي ما يسمونهم،
غيرهم اللي يدافعون عنا ويطلبون بحقوقنا ويدافعون بين قبل اطلاق سراح المعتقلين الابرياء العد وين ولو بس مباراة الانتخابات بسبل وقتها. طيب شنو رايك وتعليقك على دور القضاء؟ المؤسسة اللي المفروض هي السبب في امتلاء السجون بالمعتقلين، لأنه بغض النظر عن الطريقة اللي تنتزع بها الاعترافات هناك أدلة إثبات لتبرئة كثير من المعتقلين، لكن مع هذا لم تأخذ بها كثير من هاي المحاكم وكثير من هؤلاء القضاة. احنا نسأل دور هاي المؤسسة القضائية شنو، وين المفروض غير هو يعيد المحاكمات، المفروض غير هو يسوي تبييض للسجون عن طريق تبرئة الأبرياء فعلا؟ قدر هاي المقاطعة داف فيها كالسؤال عند تنازل رفشك واستبار وجاب القاتل وقال ابنه احنا نعرف القاتل من هذا ما عنده شيء وجاب ابنه محبسة ثاني مرعون الناس وقالوا هذا مو احنا نعرف القاتل وهذا مو ابننا يا ابو قاتل كأن الرحمة على وقتك. نعم. يعني قبل شوي قرأت تعليق سيد محمد لأحد العراقيين يقول احنا عندنا ابننا بالوقت اللي متهم به بارتكاب جريمة معينة كان وقتها أثبتنا بالأدلة والإثباتات أنه هو كان وقتها عند امتحان بالجامعة والجامعة أكدت هذا الكلام. طيب كل هاي الإثباتات وكل هاي البراهين وعدنا القضاء ما يأخذ بيها، إذن هنا إذا كانت المؤسسة القضائية غير عادلة من المفروض ينصف العراقيين؟ غير أم عز وجل رحمة الله، لأن نقول هاي الحكومة أي شعب أي صاينة وبتنا بالسجن فلن تبقى من الله عز وجل، وهاي الحكومة غاسين دينا من عدها. السلام عليكم جميعا ونشكركم لكم المنظرة وطالبكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيد محمد من بغداد على المشاركة. إن شاء الله هذه الأصوات التي تمر من خلال شاشة قناة الرافدين تصل إلى من يسمع، تصل إلى من يهمه الأمر، لعل وعسى ينصف المظلوم الذي يقبع في داخل هذه السجون والمعتقلات. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، إلى ملف النازحين في العراق. فاقمت موجة الأمطار الأخيرة التي شهدها العراق في الأيام الماضية معاناة النازحين العراقيين في مخيم بزيبز بمحافظة الأنبار، مطلقين المناشدات لدعم النازحين الذين يعيشون في خيم مهترئة أو في غرف مبنية بطرق بدائية. دعونا نستمع مشاهدينا إلى جانب من مناشدات النازحين في مخيم بزيبز بمحافظة الأنبار. النازحين من جفا الصخر في مخيمات بزيبز قطاع ثاني، هاي شوف الأمطار على النازحين صار لهم 10 سنوات وماكو أي كان يقول من الحكومة يساعد النازحين، بس الناس الخيرة والناس الخير يساعدون. هاي شوفهم الأمطار على المخيمات، هاي اليوم صار 10 سنوات إحنا قاعدين بالمخيمات، ما أن لا يقول رجعوا ولا كان ليكون. إحنا ناشد الناس الخير والناس الطيبة ساعدونا بشوادير، هاي شوفهم هاي الأمطار عليهم. هل هلا بالمروة ويا النازحين ويا هاي الأطفال ويا هاي النساء، وهذا شهر رمضان مبارك علينا وعليكم، جزاكم الله خير الجزاء. هاي الأمطار اليوم اللي هي هسه واحدة من الغرف هاي هدمت من الأمطار، هاي شوفونها الناشد الناس الخيرة والناس الطيبة والناس اللي عتهم مروة ورحم يساعدون هاي الناس اللي بشادر واللي كان يكون، لأن هسه هاي العائلة والله طلعت من الغرفة هدمت وطلعت. مشاهدينا الكرام نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. إذ يعاني النازحون في العراق من أوضاع إنسانية صعبة بسبب غياب المساعدات وانعدام ظروف المعيشة الصحية المناسبة، وتمثل قلة المساعدات إحدى صور المعاناة التي يعيشها النازحون. إذ ناشدت سيدة عراقية نازحة في مخيم بزيبز بمحافظة الأنبار، ناشدت أهل الخير لمد يد العون لها ومساعدتها على توفير العلاج لعدم قدرتها على شرائه، بالإضافة إلى تنصل الحكومة من أداء واجباتها في تقديم الدعم لهذه الشريحة المظلومة. دعونا نستمع. أنا رهيب طيب الأخوان المتبرعين عينوني على علاج، والله ما أقدر أشتي، هذا مع ضغط، هذا مع ضغط، هذا مع سكر، عندي ضمور بالكلى، أقدرهم يساعدوني مساعدة حلوة برمضان، والله يعطيكم الأجر والثواب إن شاء الله، ساعدوني، عندي والله مراجعة، عندي ضمور بالكلى، وكل شهر لازم أروح أشيك من الدكتور، ما عندي لا حول ولا قوة،
وارحمونا الله يرحمكم. مشاهدينا ننتقل إلى التعليقات المتعلقة بهذين المقطعين. لدينا تعليق من أحمد يقول: حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. تعليق لدينا من منيرة تقول: الله يفرج عليكم وعلى كل نازح. مهند يقول: المشكلة حكومة ما عدنا، لو عدنا ما كان خلوا العراقيين بهذا الحال. وعلاوي الدليمي يقول: الله يفرج عنهم ويرد كل نازح ومهجر لدياره سالما غانما. ننتقل مشاهدينا إلى موضوع آخر ضمن الفقرة الأولى لدينا من المقاطع المتداولة. طالب أحد الناشطين من محافظة النجف مجلس المحافظة الأقدمية أو بتنفيذ أو بتطبيق نظام الأقدمية، وهو الأولى وهم الأولى أيضا بكل التعيينات، بالإضافة إلى إلزام الدوائر الحكومية بهذا النظام، نظام تعيين الأقدم الخريج القديم الذي يرى من وجهة نظر هذا الناشط أنه أحق بالتعيين قبل خريجي أو قبل حديثي التخرج. دعونا نستمع إلى ماذا قال. من المفترض على مجلس محافظة النجف الأشراف أن يشرع قرار بجعل ضابطة القدم بالتعيينات هي الأهم ما بين كل الضوابط، ويلزم الدوائر الحكومية بهذه الضابطة بأن تكون هي رقم واحد. وإلا أنتم كيف تفسرون لنا بأن هناك المئات من أبناء مدينة النجف الأشرف، شباب وبنات تخرجوا من عام 2005 والتصاعد إلى اليوم ما نالوا فرصة التعيين؟ على المجلس أن يلزم الدوائر الحكومية باتباع ضابطة القدم أهم من كل الضوابط الأخرى. مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا وننتقل إلى مقطع آخر. مجموعة من المعلمين التربويين طالبوا بإلزام الحكومة بإقرار قانون سلم الرواتب الجديد لجميع الموظفين، ولحين إقرار السلم طالبوا أيضا بتعديل مخصصات الموظفين لجميع الدرجات والوزارات في الأقل أو على أقل تقدير 250 ألف دينار عراقي لكل درجة وتحت عنوان تحسين المعيشة. دعونا نستمع إلى مناشدتهم. لا يقضي على أحد إطلاقا منذ عام 2008 تم إقرار قانوني الخدمة المدنية وسلم الرواتب المتحف بحق الأعم الأغلب من أحبتنا موظفي العراق، وكل حكومة ترحل تعديل القانون وإعداد سلم جديد إلى حكومة أخرى. ألا أن جاءت لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 والتي أعدت ثلاث توصيات وصادقت عليها ورفعتها إلى الحكومة لاختيار أحد التوصيات، على أن المصادقة جاءت بسنة 2022 وبعد هذا السنة تم تثبيت أكثر من مليونين موظف، أكثر من مليون موظف على الملاك الدائم، مما اختلفت كافة التوصيات والحسابات الدقيقة وأعدل الموظفين جملة وتفصيلا عن ما تمت مصادقتهم من لجنة الأمر الديواني، وهذا ما عقد الوضع أكثر. لذلك خرج رئيس الوزراء بكلام واضح وصريح إن قانون الخدمة وسلم الرواتب يحتاج إلى دراسة وبحث معمق، واكتفى بزيادة مخصصات لبعض الوزارات وتم رفضها جملة وتفصيلا. واليوم نطالب بما يأتي: أولاً إلزام الحكومة بالمطالبة تعديل المخصصات التي صدرت من مجلس الوزراء لتكون لجميع الوزارات وجميع الدرجات ولا تقل عن 250 ألف دينار لكل درجة وتحت عنوان تحسين المعيشة. ثانياً مطالبنا بمبالغ تحسين المعيشة تأتي لإلزام الحكومة في تطبيق سلم الرواتب، فإن تحججت أن السلم يحتاج إلى إلغاء قوانين وقرارات وما شاكل ذلك، فعليكم بالموافقة على مبالغ تحسين المعيشة لحين استكمال إجراءاتكم الإدارية وحسب ما جاء بالفقرة أولاً. ثالثاً وضع سقف زمني قانوني لقانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب على أن لا يتعدى سنة 2024. مشاهدينا نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. إذ نظم مجموعة من الخريجين المقبولين في الاحتياط على عقود تربية محافظة المثنى وبشمولهم واستثنائهم في التعيين والذين لا يتجاوز عددهم 200 خريج في المحافظة، نظموا هذه التظاهرة. دعونا نتابع.
مستعدين؟ ايه. احنا شنو؟ بالنسبة احنا طالعين اليوم من ضمن الكفاد اللي اكثرهم اللي الاحتياط. اغلب بناتنا هسه ولدنا هم مفاضلتهم 20 و25 وما طلعت اسمهم. فنظم السيد المحافظ مدير التربية ان يضرون بعض الاعتبار. هاي اللي عندنا مطالب اكثر مهمة. اللهم صل على محمد وال محمد. طبعا احنا احتياط التربية. شملنا ويا اخوتنا بالتعليم. هذا اللي نريده، هذا مطلبنا. احنا كل احنا صيام وطالعين اليوم، غالبيتنا يشتغل عمال، غالبيتنا يوم يشتغلوا 10 لا، غالبيتنا تعب بالدراسه على مود يوصل ايوته للنتيجه وعلى مود التعيين، يعني الواد ملل. عددنا 2200 احتياط المثنى، اللي طالع اليوم 200 نفر واخواتنا المدرسات طالعات، هاي اول مراره طالعين شعارنا ورده وعلم. مرة ثانية نطلع اعتصامات بمصلاية، احنا ناس تربويين جاي نوصل رسالة تربوية، احنا مربيين اجيال. احنا مطلبنا الاول والاخير شملنا حالنا حال اخوتنا، احنا الاحتياط. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع وننتقل الى مقطع اخر. تظاهر عدد من احتياط عقود تربية الكرخ الثالثة امام مديرية الكرخ الثالثة في منطقة الكاظمية وسط العاصمة بغداد. للمطالبة بشمولهم بالتعيينات، فقد صدرت أسماءهم من وزارة التربية مع وجود التخصصات المالية أو التخصيصات المالية. كذلك ناشدوا الجهات المعنية والمسؤولة في وزارة التربية من أجل أن يتم حل قضيتهم. دعونا نشاهد. مشاهدينا دعونا نستعرض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع في موقع فيسبوك. زينة تقول: نطالب وزير التربية إنصاف أسماء العقود الاحتياط وشمولهم بالدرجات الوظيفية 50,000 درجة كونهم مظلومين ولم يتم إنصافهم في مديرية تربية الكرخ الثالثة. في تعليق لدينا من حسين يقول: مطلبنا قبول الاحتياط ضمن درجات التربية ولكافة الاختصاصات. هناك تعليق من أحمد يقول: نحن شريحة من الخريجين التربويين القدامى، أنصفونا أسوة ببقية العقود الخريجين. يقول أو ببقية العقود: الخريجون القدامى يطالبون بحقهم بالتعيين كون أعمارنا لا تتحمل التأجيل كلا للتهميش. ولدينا تعليق من مصطفى يقول: التعديل يجب أن يشمل سلم الرواتب زائد المخصصات زائد الحوافز زائد الأرباح، كلها يجب توحيدها بكافة الوزارات على أن تبقى الفوارق بمخصصات الخطورة حسب طبيعة العمل. ننتقل مشاهدينا إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة، إلى ملف الخدمات. تعاني البنية التحتية في العراق من انهيار ما حول البلد إلى بيئة فاقدة للخدمات بالكامل، وبالرغم من الأموال المرصودة لتطويرها لكن أرض الواقع تقول غير ذلك، إذ لا يوجد شيء ملموس، حتى أن حملات الإعمار أصبحت بابا من أبواب الفساد كما يقول عراقيون، بالإضافة إلى ضياع الأموال من دون تحقيق النفع العام، حيث تأتي هذه الحملات الترقيعية كما توصف
بشكل متعمد للإبقاء على البنى التحتية متردية يستغلها الفاسدون في سرقة المال العام. في ذات السياق تظاهر أهالي القرنة في محافظة البصرة وهم يخوضون وسط المياه التي أغرقت المنطقة بالرغم من مرور يومين على الأمطار مرددين هتافات تهاجم محافظ البصرة أسعد العيداني. دعونا نشاهد. ننتقل إلى مقطع آخر مشاهدين الكرام ضمن نفس الموضوع ونبقى في محافظة البصرة، حيث تظاهر أهالي منطقة إسكان الموانئ بسبب تردي الخدمات وطفح المجاري. دعونا نشاهد. السلام عليكم. مظاهرات في جميع إسكان الموانئ، شرف شارع الميثاق، على المجاري، على وضعة المجاري والبزيل. هذا هو البزل، لأنه حد الآن الأمطار بعد مرتفعة. دخلت للبيوت. هاي طبت للبيوت. هاي الشوارع كلها مرتفعة. بلت العالم بلت. جمعيات إسكان مواني، شارع الميثاق. مظاهرات الآن. مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. مواطنون من حي الحسين في قضاء المشخاب بمحافظة النجف انتقدوا سوء الخدمات والإهمال والتجاهل من قبل المسؤولين، مطالبين بتهيئة الطرق، طرق الحي وتعبيدها وتوفير الخدمات. لنشاهد. تعجب في سنة 2024 المواطن العراقي والمواطن النجفي بخاصة، يعني يطالب بأبسط حقوقه اللي هو تبليط، ماي، هي الكهرباء، ذن الأمور، يعني والله العلي العظيم أنا أشوف عيب ومن المعيب أن نسولف بيهن. في سنة 2024 كل دول العالم تصدرت بالعلم، تصدرت بالثقافة، تصدرت بالتطور، وإحنا باقين يا سيد عبد الخالق جيب لنا التبليط، يا معابض النجف سوي لنا الشارع، يا فلان جيب لنا الكهرباء، يا فلان سوي لنا المجاري. اخوان كافي، والله كافي، جزعنا منهم عمي، جزعنا وصار عندنا ملل من عندكم. والله العلي العظيم من رئيس الجمهوريه الى اصغر موظف لا فائده ولا تبرونا على موضوع المظاهرات. احنا الشارع صراحه متاذين منه كلش، ومتاذين، وعندنا اطفال بالمدرسه، وعندنا ناس مرضى، فكل ما ناشد القيم مقام يرضى. شنو السبب؟ ما جايبته، ما نعرف السبب. شو شارع فوق من عندنا متبلط، المقابلنا متبلط، هذا ليش ما ادري. يعني تحكي يقول لك ما مشمول، ما مشمول شلون يعني؟ احنا منين جايين مثلا؟ بس وقت الانتخابات يجيك زين، كهرباء جاي ياخذ منك، ما جاي ياخذ منك، ليش ما يبلط لك؟ قدمنا طلب بال 23 بال 22 والدور ال 23 وال 24 وماكو نتيجه. 19 ماكو نتيجه. باسم سيد عبد الرضا المحنة، باسم سيد عبد الرضا حي الحسين، حي الحسين المجاهد حي الحسين. ما ادري ما ادري ليش مش شاد. ما ماكو جواب، ماكو. حولنا المدير بلديه، مشينا المدير بلديه قال مو علي، على القيم مقام، القيم القيم مقام ردينا لي قال طول المجال على الموازنه، طول الموازنه ما سوينا النتيجه. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. إذ صب أحد المواطنين جام غضبه على الأحزاب وانتقد الحالة المزرية للواقع الخدمات في مدينة الحلة مركز محافظة بابل، حيث يعيش السكان هناك بين المياه الآسنة التي تعد مصدرا لانتشار الأمراض فضلا عن تراكم النفايات، محملا الحكومة الفشل في تقديم الخدمات فضلا عن غياب دور المسؤولين الذين ينشغلون كما يقول بالاستعراضات الإعلامية من دون تقديم خدمات حقيقية للمواطنين. لنشاهد. احنا هسه اثناء تجولنا بتوزيع السلات الغذائية على العوائل المتعففة والعوائل الفقيرة،
حاليا مركز مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، بابل التاريخ والحضارة، بابل القوانين والأدب، وهاي كلها سوالف صح سوالف. احنا بال24 داخل مركز المدينة، وهذا وضع محافظة بابل، هذا وضع مدينة الحلة، هاي عوائل البابلية هكذا تحتاج نفايات على الزبال، على مياه أسنة، على أمراض، على وباء، يطلع لك المسؤول قاطة ورباطة ويسولف وكأنما هو عايش بغير بلد. هاي الخيسة اللي سببتها أحزابكم، هذا الوضع المأساوي اللي سببتها أحزابكم وشخصياتكم السياسية اللي لا تجيد من العلم شيء، لا تجيد من الحضارة شيء. محافظة عريقة دمرتوها، صاركم 21 سنة دمرتوها بكذب ونفاق وخزي وعار عليكم. يا أحزاب الصدفة، يا أحزاب اللي لا فهم ولا علم، أنتم هضيمة وعيب. 21 سنة تحكمون هاي المدينة العريقة، تالي رجعتوها آلاف السنين اللي وراء. في آخر مقطع لدينا في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، ننتقل إليه، إلى محافظة المثنى بالتحديد، حيث اشتكى سكان حي الزهور من تردي البنية التحتية للحي وانعدام الكهرباء فيها وسط تجاهل حكوميا لمطالبهم. لنشاهد. ناشد إلى السيد المحافظ مهند العتابي، شوف هذا حي الزهور، هو لو ما مسمين حي الزهور هو أفضل حي الزهور، بلا كهرباء بلا خدمات. شوف هذا البيت الله شاهد مكمل وجاهز وما يسكن بدون ما عنده كهرباء، وهذا البيت كذلك. عندك ذاك البيت، ذاك الثاني هم كمل وجاهز بدون كهرباء، يعني حي خالي من الكهرباء. ليش تنطرون احنا تخلونا ننطر نقطع الشارع ونسوي مظاهرة وهذا؟ يعني احنا ناشدنا المحافظ السابق ماكو إجابة. هسه هذا البيت الرجال مكمل وخالص ذاكي، بس ذاكي مستحب واير سيني، يعني في الصيف هذا يشتغل واير سيني، واحنا كهرباء ما احنا مطالبين حقنا. هذا البيت هم جاهز هم بدون كهرباء. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. خالد يقول: ماكو هيك منطقة، كهرباء ماكو وخدمات كلش تعبانة. تعليق لدينا من علي يقول: الشراكيات والزهور مناطق عمرهن 10 سنوات، ايش وقت توصل الخدمة لو إلا مظاهرات؟ علي يقول: البصرة تمول العراق من ميزانيات انفجارية، كهرباء ماكو وخدمات ماكو. وآخر تعليق لدينا من أبو محمد يقول: من زمان قلنا الفلوس جاي تروح أو جاي تذهب بالهباء، تبليط تمطر يذوب مثل الملح، مقرنص سنة ويصير تراب. كانت هذه بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي جئناكم بها. نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. العراق قصيدة الشعراء، الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح، أجاج من دموع المتعدين. عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين. كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا، رسموا لمن ورث الثرى آذارا، وتكاثفوا في الغيم حتى يهطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا. محمد سيدي فاضت بك النعم، وليس دونك دين فيه نعتصم. تابعوا برنامجنا أسبوعياً على شاشة قناة الرافدين، بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان.
حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام. معنا السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر، حياك الله. أبو عمر. ألو. تفضل يا أبو عمر. حيا الله أستاذ محمد وحيا الله قناة الرافدين البطلة. كل الهلا، حياك الله. أستاذ محمد، إحنا العراق يعني من الاحتلال الأمريكي ولحد الآن أكثر يعني من 21 سنة، وكل الحكومات اللي جاي تحكم ما تحكم إنه بصورة صحيحة، وما تحكم وإلا كأنما عندك وزارة داخلية، عندك قضاء، عندك قوات أمنية، كل هاي الأمور. وللأسف إحنا كل الحكومات محمد الشيع السوداني ولا اللي بقبله ما يبينون على هيبتهم وتعاونهم ووجودهم كحكومة اللي تم تتمثل كوزارة الداخلية وزارة الدفاع، كل هاي لأنه غراخية أمام سلطة الأحزاب. ليش إحنا ما عندنا يعني حكومة تعمل مصالح الشعب، شوف الخدمات، شوف الشعب إيش يريد، شوف التعيينات اللي الشعب أكثر من 21 سنة يعني عايش بفقر، عايش ببطالة، عايش بعون. يعني هسه رمضان إحنا موجودين بهذا الشهر ما شفنا من الحكومة لا عفو عام لا فتشي بادر للعراقيين، فتخبر مفرح. كل هاي انه محمد الشيع السودان ما قادر يقدم. ليش؟ لانه عندنا سلطة احزاب اقوى من محمد الشيع السودان. طيب انا بس عندي سؤال بخصوص الخدمات، خاصة واحنا دخل علينا على العراق موجة امطار يعني صراحة كانت غزيرة جدا، يعني سببت غرق كثيرة من الشوارع في محافظات عراقية مختلفة. نسأل دور المحافظين ومجالس المحافظات اللي أجريت على أساس هذه الانتخابات مرة ثانية، يرى البعض أو يقول البعض هناك خلافات سياسية وهناك مصالح وهناك تدخلات تعوق عمل الحكومة. طيب ماشي، هذا بالنسبة للحكومة المركزية، شنو اللي يمنع الحكومات المحلية من تأدية الخدم من تأدية دورها وتوفير الخدمات بناء على الميزانيات اللي تخصص لها؟ يعني مثلا على سبيل المثال ذي قار، أكو صندوق إعمار ذي قار اللي دخلت له مليارات الدنانير العراقية، إلى الآن واحدة من أسوأ المحافظات بالخدمات. عجب، وين المشكلة؟ يعني شنو اللي يمنع الحكومة المحلية من تأدية دورها؟ أستاذ محمد، إحنا نعرف مجالس المحافظات واللي سوتها هاي سلطة الأحزاب اللي هي مستفادة. يعني إحنا نعرف إنه ثورة تشرين طلعت ضد هذول الفاسدين، ضد مجالس المحافظات، ضد كل من اللي قاعد يسرق العراق. فهم عادوا الكرة، سووا مجالس المحافظات وانتخبوهم، وناس يعني انتخبوهم هم من ضمنهم الأحزاب الفاسدة، بأنه هاي المحافظات سوف يعاد النظر فيها، تصبح لها خدمات، يصبح لها تعيينات، وصندوق اللي موجود عندهم يعني مبالغ كلش قوية تتيجي صندوق بأنه الإعمار وتحسين المعيشة وتحسين الوضع. للأسف إحنا دور رئيس الوزراء المفروض يحاسب إنه المحافظات يحاسبهم، يعني دول اللجان اللي اختصتهم واللي انتخبوهم المفروض أكو دعم لهم، من يكون لهم دعم لازم يكون لهم محاسبة. ما نشوف أي إنجاز، ما نشوف أي خدمات عندهم، خاصة أبناء وناسنا بالبصرة. يعني نشوف الفيضانات، نشوف يعني الأمطار اللي غزت بالآونة الأخيرة اللي سببت يعني كثير من غرق الناس وديوره، يعني بيوتهم السكنيه اللي شفناها، يعني الله يساعدهم. يعني طب المياه طبت داخل بيوتهم، فللاسف ما شفنا لا تعويض لا تغيير من هاي مجالس المحافظات. طيب فهذا السبب لو عندنا استاذ محمد، لو عندنا محمد الشيع السودان يحاسبهم، بس للاسف ما عندنا محاسبه. شكرا جزيلا سيد ابو عمر من بغداد، وصلت الفكره، اشكر حضرتك للمشاركة. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى الفقرة الأخيرة لدينا في هذه الحلقة، إلى فقرة الإنفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على التسلسل الزمني للذرائع الكاذبة التي روجت لها الولايات المتحدة الأمريكية لتبرير غزو العراق واحتلاله في عام 2003. دعونا نشاهد. We'll be right back.
Saddam Hussein's intentions have never changed. He is not developing the missiles for self-defense. These are missiles that Iraq wants in order to project power, to threaten, and to deliver chemical, biological, and if we let him, nuclear warheads. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger, and helping Iraqis achieve a united, stable, and free country. مشاهدينا الكرام، بهذا أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.